لا مو بس هاي، باف الطلباني يهرب نفط من قرميان من سليمانية بالتعاون مع قيس الخزعلي. لعدو شنو هذا الحب ويا ريان وقيس الخزعلي على مود النفط، على مود تهريب النفط، مصالح، اي مصالح، مصالح شخصية. لكن انتو ما يخالف هسه تتبوقون بس تروحون تدمرون تراث ابوكم، صعبة يعني مهما يكون ابوكم طلع هذا القرار، يعني ما شايفك.